اليوم هنا ثلاثة تفرقة تتساوى برصيد النقاط، يملك الأفضلية نادي الخلدية بالأهداف التي المسجلة له وعليه، وهنالك إليهم بعد ذلك النجمة، وثالثهم يكون هنالك الرفاعة. هنا انطلاقة سريعة وتصويبة أولى بانطلاقة سريعة ومتميزة جدا لمصر. مباراة اليوم أشرف وحيد في حراسة المرمى، سالم عادل، كابيتانو إبراهيم الوالي، أيانكا، محمد عبد الوهاب، هناك موجود عيسى موسى، عمر عبد الله، وهنا كرة خطيرة جدا لمصلحة نادي ستر العرضية داخل منطقة الجزاء، في كرة مستمرة خطيرة الكرة بعد الكرة الماضية. سترة طموحه الأكبر في هذه المباراة استغلال هجماته، استغلال كراته لغاية اللحظة، أربعة جولات هدفين لا تعطيهم الأثر الكبير. هنا تمريرة أولى أمامية جميلة، دعوة الكرة المتألق عبد الواسع، عبد الواسع عبد الله، عند الكرة عبد الواسع يحاول الكرة في الأمام، خطيرة جميلة، فرصة هدف أول، وركلة جزاء نعم واضحة، ركلة جزاء تأتي الآن واضحة لمصلحة نادي سترة. سترة الآن تتوج مجهودات بأن يحصل على ركلة جزاء، انطلاق ولا أروع بن علي عبد الرسول، قبل ذلك التمريره المميزه جدا من عبد الواسع عبد الله، الكره تكون بركله جزاء نعم، هنا يتم احتسابها قبل انطلاقه الماضيه، وركله الجزاء الذي يتم احتسابها بتتويج مجهودات في الشوط الاول باقدام اللاعب الذي تالق بصفه الاكبر في كتيبه ستره الهجوميه امام لا امام الحارس اشرف وحيد المتميز والمتالق. اذا عبد الواسع امام اشرف، من ينجح الان بكسب الصراع، يتقدم عبد الواسع، يصوب الكره، يا سلام، جول 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 جول، هل كان التقدم لمصلحه ستره، والان ياتي الهدف الاول، والان ياتي التقدم الستراوي بركله جزاء مثاليه نعم تكون كذلك لمصلحه عبد الواسع عبد الله، وبالتالي هدف مقابل لا شيء لمصلحتنا.